أهلا بكم وجزول أنباء من زايو سيتي، وهذه أهم العناوين. الفرقة الوطنية تنهي تحقيقات في قضية انقلاب قارب بني شيقر بتواحل الناظور. رغم عدم صدور قرار رسمي، أنباء عن زيادة في أسعار قنينات الغاز وأصحاب المحلات يشرعون في التطبيق. رياضيا، اللجنة الانضباط توقف مرابط والجامعة الملكية تقرر الاستئناف. إلى التفاصيل. ذكرت تقارير إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيقات في قضية انقلاب قارب بني شيقر الذي تسبب في وفاة عدد كبير من المرشحين للهجرة السرية بشاطئ بومحفوظ. عناصر الفرقة الوطنية كانت قد حلت بالمنطقة بعد انقلاب القارب خلال 27 من فبراير الماضي لتباشر تحقيقاتها في هذه القضية التي ينتظر الرأي العام بالمنطقة الكشف عن تفاصيلها. واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لعدد من المتهمين بينهم أفراد من القوات العمومية، حيث جرى تحقيق معهم بمدينة وجدة ليتم اعتقال عدد منهم بينهم أفراد من الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة. كما جرى إيقاف عدد من تجار المخدرات الذين كانوا ينشطون بالمنطقة ومشاركون في تنظيم عملية الهجرة السرية عبر قوارب الشبح فانتوم. في شأن الوطني، تداول عدد من المواطنين خبر الزيادة في أسعار قنينات غاز البوطان وزن 12 كيلوغرام ب10 دراهم ابتداء من يوم أمس، وذلك في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاسة وانسجاما مع القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية والدعم المباشر والتغطية الصحية المعمول بهم حاليا. وأكد هؤلاء أن سعر القنينة سيتحول من 40 إلى 50 درهما على أن يصل إلى 70 درهما مع حلول سنة 2026، تنفيذا لتدابير الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الواردة في قانون المالية التي سبق أن أكدتها الحكومة. وعلى الرغم من أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود أي زيادة في ثمن قنينة الغاز إلى حدود الساعة، وأن أي رفع في سعرها رهين بصدور قرار رسمي من طرف الحكومة، غير أن عددا من أصحاب المحلات كما هو الأمر بمدينة طنجة شرعوا في تطبيق الأمر. وكشفت التدوينات المتفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض أصحاب المحلات التجارية برفع السعر دون انتظار أي قرار أو إخبار من طرف الحكومة أو حتى الشركة المكلفة بالتوزيع. ننهي الموجز بهذا بالخبر الرياضي. أعلنت لجنة تأديبية تابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قرارها بتوقيف النجم المغربي سفيان مرابط لاعب المنتخب الوطني عن المشاركة في مباريتين بسبب طرده خلال مباراة ثم النهائي كأس الأمم الإفريقية ضد جنوب إفريقيا في بطولة الكوت ديفوار الأخيرة. وفي خطوة سريعة قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقديم استئناف ضد هذا القرار بهدف تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب. ونتيجة لذلك سيفتقد المنتخب الوطني لخدمات مرابط في المباريتين المقبلتين أمام زامبيا والكونغو في يونيو المقبل ضمن التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026. هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الموجز. في أمان الله.